السلام عليكم خالتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، ولكن قبل بداية نتوجه الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، ولد من خلاله راح اشارك معكم اخر اخبار محترفين واخر اخبار المنتخب الوطني الجزائري. كذلك اعزائي الكرام، باغي نبارطاجي معكم واش وصلنا في هذا الطرد من الفريق الرسمي الخاص بنادي مانشستر سيتي. بعثوا لنا هذا الطرد اعزائي الكرام، راح نشوف المحتوى نتاعو داخل هذا الصندوق، وكذلك عندي كلام مهم جدا يعني يتعلق بواش راه الداخل في هذا الصندوق ومفيد بزاف للجماهير الجزائريه. اذا كل التفاصيل راح تعرفوها ان شاء الله في هذا الفيديو. فاذا كنتم تشاهدونا للمره الاولى، رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا انستغرام الظاهر امامكم. بدون اطاله اعزائي الكرام، ندخل مباشره الى صلب الموضوع. شارك معكم الخبر الاول والذي يتعلق بلاعبي مزدوجي الجنسيه. بالماضي قلب لانه كاين اربعه لاعبين راح يلتحقوا بالمنتخب الوطني الجزائري في يعني التربصات القادمه. كشفنا لكم بعض الاسماء، وواحد اللاعب اعزائي الكرام يعني تكلمنا عليه وقلنا لكم باللي انه مش راح يجي للمنتخب الوطني الجزائري، وبعض المعلقين قالوا لي يا وليد ممكن انه هذا اللاعب راح يغير رايه ويجي للمنتخب الوطني الجزائري. اليوم ساقطع الشك باليقين اعزائي الكرام وناكد لكم المعلومه الرسميه بتصريحات من اللاعب. نتكلموا اعزائي الكرام عن اللاعب يعني الدولي الفرنسي حاليا اللي راه يلعب مع منتخب فرنسا للشباب، الا وهو مايكل اوليس. هذا اللاعب يعني عنده اربع جنسيات، قادر مثل المنتخب الجزائري والفرنسي والانجليزي والنيجيري. مؤخرا الوالده نتاعو حسب وكيل اعماله كانت تضغط عليه من اجل تمثيل منتخب الجزائر، اما بالنسبه لوالد اللاعب الذي هو من نيجيريا يعني كان يضغط عليه باش يمثل منتخب نيجيريا. ولكن اللاعب عنده تفكير اخر وحب يدير مع فرنسا اعزائي الكرام، وراح نشوف لكم المنتخب اللي راه باغي يمثله. طبعا حسب ليكيب الفرنسية أعدت تقرير مطول حول هذا اللاعب، وأيضا دارت معه انترفيو. أكدت لنا صحيفة ليكيب الفرنسية عبر مواقعها وتقريرها أنه هذا اللاعب يريد أن يلعب لمنتخب الدياكا لا غير، وهو متواجد حاليا مع منتخب فرنسا للأمال. ووصل أن أوليز لاعب لديه الحرية في اختيار أربعة لاعبين مثل ما ذكرنا، وكذلك يعني حاليا متعلق بمنتخب فرنسا رغم أنه لم يسبق له أن عاش فيها، ولكنه مصر على فرض نفسه مع البلوز ويقوم بمجهودات كبيرة للحديث باللغة الفرنسية للتأكيد على ارتباطه الكبير بفرنسا. تصريحات هذا اللاعب لهذا الموقع اعزائي الكرام اكد قائلا انه انا فخور جدا باللاعب لمنتخب فرنسا، لدي عائلتي في مدينه تولوز الفرنسيه وكنت ازورهم في صغري لقضاء العطله الصيفيه، اتابع كره القدم الفرنسيه كثيرا ومباريات باريس سان جيرمان كذلك، كنت اشاهد كثيرا فيديوهات زين الدين زيدان لاستلهم منه يعني حب كره القدم. ففهمتوا اعزائي الكرام القلب نتاع هذا اللاعب باي منتخب متعلق؟ متعلق بمنتخب فرنسا لا غير، مالغري انه هنالك محاولات كثيفه جدا وكثيره من طرف منتخب انجلترا باش يجيبوا هذا اللاعب لمنتخب انجلترا، الا انه في نهايه المطاف اللاعب يريد ان يلعب لمنتخب فرنسا لا غير. كانت عنده امكانيه باه يلعب المنتخب الوطني الجزائري سنه 2019 نهار فوزنا بكاس امم افريقيا انذاك، لكن الاتحاد الجزائري لكره القدم حسب وكيل اعمال هذا اللاعب لم تتحرك من اجل خطفه. من بعد ضيعنا هذه الموهبة، وهذا اللاعب يقدم في واحد يعني من المستويات الكبيرة مع ناديه كريستال بالاس، ويعني ما نخبيوش هذه الحقيقة، الحقيقة تقال اعزائي الكرام، اللاعب ضيعناه من بين ايدينا، وحاليا كل تفكيره منصب مع منتخب فرنسا، لا يريد تمثيل منتخب انجلترا ولا الجزائر ولا منتخب نيجيريا، ولو كان احنا تأهلنا لكوب دو موند اعزائي الكرام، اللاعب يعني كان ممكن انه يمثل المنتخب الوطني الجزائري، ولكن حاليا ناكد لكم باللي انه لا يفكر بتمثيل المنتخب الجزائري من الاساس. ننتقل الان اعزائي الكرام الى الخبر الموالي والذي يتعلق بتصريحات قويه من طرف جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم، ولاول مره نتفق معه بتصريحات جد مميزه، حيث صرح قائلا الجميع يتواجد في قطر للمساهمة في إنجاح المونديال ومتأكد أنها ستكون أفضل نسخة، متفق مع هذه النقطة. وكذلك صرح قائلا يجب على الأوروبيين الاعتذار للشعوب قبل إعطاء الدروس، العديد من المؤسسات الأوروبية تعمل في قطر وتجني منها أموال طائلة. هذا الإعلام يعني الأوروبي واش كان يقول مؤخرا على قطر، يعني قالوا بلي أنه ينتهكوا حقوق الإنسان وإلى آخره، قال لهم شوفوا لرواحكم قبل ما تشوفوا لما يوجد في قطر، وانتم أيضا راكم يعني في تجارة مع قطر وتجنون العديد من الأموال. وصرح قائلا قطر دولة لها سيادة ولا تحتاج إلى نصائح أو تدخلات حول حقوق العمال، على أوروبا أن توقف الانتقاد وتركز على تحسين أوضاع المهاجرين لديها،
الدروس الأخلاقية يعني تنم على النفاق. ظروف العمال في دولة قطر أفضل من ظروف المهاجرين في أوروبا، والعديد من المؤسسات الدولية أقرت أن معايير حقوق العمال في دولة قطر مشابهة لمعايير حقوق العمال في أوروبا. يعني سكتهم كامل بهذا التصريح، وكنا نحتاج هذا التصريح صراحة، باه يعني يكف الإعلام يعني الأجنبي على التطاول والتشويش على منظمي مونديال قطر سنة 2022. ومتأكدين والعالم أجمع متأكد باللي أنه مونديال قطر راح يكون أفضل نسخة في تاريخ هذه البطولة. وهنا عجبني صراحة تصريحات إنفانتينو بدفاعه عن قطر. ننتقل الآن إلى الخبر الموالي أعزائي الكرام. إيس عبد المجيد تبون سيكون حاضرا وذلك بشكل رسمي في افتتاح المونديال بدعوة من أمير قطر. بالنسبة للخبر الموالي يعني مجيد بوغرة الذي راح يتمشى في الطريق الصحيح ونتمنى له أنه فقط يزيد يحقق النتائج المرضية في قادم المواعيد، تفوق رسميا على منتخب سيراليون بثلاثية مقابلة ولا شيء، ثلاثية نظيفة لصالح المنتخب الوطني الجزائري المحلي ضد المنتخب الأول الخاص بسيراليون، والذي كان قد تفوق أو خلينا نقول أسالة يعني العرق البارد للمنتخب الوطني الجزائري في آخر نسخة لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون. هذا المدرب والمنتخب المحلي ينتقم يعني لما فعله منتخب يعني سيراليون في تلك الطبعة، وطبعا يعني مجيد بوغرا يثبت علو كعبه في الساحة التدريبية. ما شاء الله، نتمنى له كل التوفيق. ثلاثية نظيفة أمام منتخب سيراليون المنتخب الأول، هذه النتيجة مبهرة ونتمنى له كل التوفيق أعزائي الكرام. إن شاء الله الشان لن تخرج من الجزائر، بل أنه مجيد بوغرا الذي توج بكأس العرب يتوج أيضا يعني بلقب كأس أمم إفريقيا للمحليين إن شاء الله أعزائي الكرام. فخبرونا رأيكم في صندوق التعليقات، ما رأيكم في مجيد بوغرا؟ حاليا أعزائي الكرام ندخل إلى صلب الموضوع ونشارك معكم وش يوجد في هذا الطرد. هذا الطرد وصلني من فريق نادي مانشستر سيتي الرسمي كما على بالكم، وليد هوب ليس فقط يوتيوبر، وليد هوب يعني رئيس رابطة مشجعين نادي مانشستر سيتي هنا في الجزائر. كاين زوج أعزائي الكرام، ولكن احنا عندنا فرع تلمسان. على كل حال بعثوا لنا هذا الطرد الظاهر أمامكم، وهذا كانوا عندنا للأمانة يعني شاركناهم معكم سابقا كما تشوفوا أعزائي الكرام، يعني شبيه لهذا الطرد الجديد راح نفتحوه معكم أعزائي الكرام. وهذا للمرة الأولى وصلنا سنة 2021. هذا نورمال مو شفتوا أعزائي الكرام واش كاين فيه، نعاود نوريكم خاوتي. كاين فيه واحد الإعلام أعزائي الكرام، وأيضا هو الإعلام كبير يعني لرابطة مشجعي نادي مانشستر سيتي. كذلك عندنا واحد الوثيقة رسمية باللي أنه نحن أوفيسيال يعني رابطة مشجعي نادي مانشستر سيتي هنا في الجزائر كما تشوفوا أعزائي الكرام. أتمنى أنه يعني الصورة تكون واضحة. وطبعا يعني هذا للسنة الأولى نهار أنسكرينا فيهم أعزائي الكرام، والسنة الثانية على التوالي وصلنا هذا الباك الظاهر أمامكم واللي فيه علم يعني مانشستر سيتي مكتوب فيها تلمسان سيتيزنز. عندنا بعض البطاقات الخاصة بالمشجعين، كذلك عندنا شهادة رسمية باللي احنا رانا أوفيسيال يعني من نادي مانشستر سيتي، عندنا رابطة مشجعين كما تشوفوا أعزائي الكرام سنة 2021. طبعا نروح حاليا الى الطرد الجديد اللي وصلنا، هذا أعزائي الكرام بحلة جديدة لون مختلف وطرد جديد كما تشوفون. طبعا عندنا هنا الاعلام الجديد الخاص برابطة مشجعي نادي مانشستر سيتي، يعني كيما هذا لو كان نفتحوا أعزائي الكرام نشوفوا الاعلام نفس هذا أعزائي الكرام، هذا الستيكر الظاهر امامكم فيه مكتوب تلمسان سيتيزنز، اسم الرابطة نتاع تلمسان سيتيزنز كما تعلمون. كذلك عندنا بعض البطاقات الخاصة بالمشجعين كما راكم تشوفوا فيها تلمسان سيتيزنز، سمحوا لي خوتي كما تشاهدوا خوتي فيها تلمسان سيتيزنز الاسم نتاع الرابطة نتاعنا. كذلك عندنا بعض الأقلام الخاصة بنادي مانشستر سيتي، ستيلو اللي سني به بيب غوارديولا كما هذا خوتي. كذلك عندنا بعض الستيكرز كما تشوفوا هنا، عندنا اسماوات كامل يعني الرابطات والاسم نتاع الرابطه نتاعنا راه متواجد هنا تلمسان سيتيزنز كما تشوفوا خوتي هنا تلمسان سيتيزنز. نتمنى ان الصوره واضحه امامكم. كذلك لا ننسى اعزائي الكرام انه وصلتنا ايضا يعني سيرتيفيكيشن باللي انه رسميا عندنا رابطه مشجعين نادي مانشستر سيتي للسنه الثالثه على التوالي واسمها تلمسان سيتيزنز. على كل حال علاش راني نوريكم هذه الاشياء اعزائي الكرام؟ راني نوريكم هذه الاشياء باه نقول لكم باللي انه نادي مانشستر سيتي رانا في مفاوضات معاه باه يجيبوا لنا معظم الكؤوس اللي فاز بها نادي مانشستر سيتي، الدوري الانجليزي او ايضا الكاراباو كاب والدعي الخيريه كامل يجيبوهم لنا اعزائي الكرام هنا للجزائر.
هذه المره ما جابوهناش لانه يعني رابطه مشجعين لمانشستر سيتي لاول مره تذكيريه في الجزائر يعني منذ سنوات قليله فقط. كاين واحده نتاع الجي وهنا في تلمسان عزيزي الكرام كاين زوج، ولكن حنا حاليا رانا في مفاوضات مع اداره نادي مانشستر سيتي باه تدرج اسم الجزائر من بين البلدان الاخرى اللي فيها روابط مشجعين نادي مانشستر سيتي، باه يديو هذوك الكؤوس للبلدان اللي فيها روابط نادي مانشستر سيتي للمشجعين. وطبعا حاليا كما قلنا رانا في مفاوضات معاهم باه يديروا الجزائر من بين هذه البلدان، باه يجيبوا لنا الكؤوس لهنا للجزائر، باه نتوما تاخذوا صور تذكاريه معاهم. ماذا بينا ايضا نزيدوا نتفاوضوا مع اداره نادي مانشستر سيتي، باه رياض محرز ايضا يجي لهنا لتلمسان ولا حتى الالجي، المهم يجي للجزائر باه تلتقطوا نتوما معاه صور اعزائي الكرام تذكاريه مع الكؤوس الخاصه بنادي مانشستر سيتي. وطبعا الحضور راح يكون مفتوح للجميع ان شاء الله، رانا عاد في مفاوضات ان شاء الله كي اداره نادي مانشستر سيتي توافق، هي انه نورمالمون كل سنه تعمل يعني رحلات لمعظم يعني البلدان في العالم اللي فيها روابط خاصه بمشجعين نادي مانشستر سيتي. هذا خطر ان شاء الله يديروا الجزائر، وان شاء الله يعني كي يقبلوا راح نفرحكم ونقول لكم باللي انه الجزائر من ضمن البلدان اللي راح يزورها يعني رياض محرز وبعض اللاعبين كذلك بعض اساطير نادي مانشستر سيتي والكؤوس التي فازت بها فريق الذي فاز بها فريق نادي مانشستر سيتي. وان شاء الله يعني كي يوافقوا راح نشاركها معاكم، وراح ايضا نعطيكم الموعد الرسمي وقتاش راح يجوا الجزائر باه نتوما تقدروا تجيو تلتقطوا بعض الصور مع اللاعبين ومع الكؤوس تكون تذكاريه لكم. على كل حال هذا هو كل ما عندنا في هذا الفيديو، نتمنى ان هذا الفيديو قد نال اعجابكم، ودمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام.